اول ما قالوا لي هنعمل حلويات العيد قلت لازم اعمل حاجه مميزه وجديده. النهارده هعمل لكم عيون الماء. في العجان هحط 100 جرام زبده، عليهم بيضه وكمان رشه فانيليا، وهضرب الخليط كويس. ودلوقتي هنزل عليهم بنص كوبايه دقيق وكمان نص كوبايه جوز هند، وهحط كوبايه كامله سميد ناعم، وفي الاخر هحط معلقه كبيره بيكنج باودر وهضرب العجينه كويس. ودلوقتي هسيب العجينه ترتاح 5 دقايق. صغيره من العجينه وهحشيها بالجبنه، بعد كده هلفها على شكل كوره وهشكلها بالشكل ده. بعدها هحط فستقيه في النص وهرصهم كلهم على صاج الفرن، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تستوي من فوق ومن تحت. واول ما تخرج من الفرن هسقيها بشويه شربات دافي، ومتهيألي مفيش احلى من كده تفاجئي فيديو. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.